يفتتح في روما معرض مكرس للنبوغ العلمي لدى ليوناردو دافنشي كجزء من الاحتفالات المقامة لمناسبة مرور 500 عام على وفاة الفنان والمبتكر الإيطالي. وهذا المعرض الذي يقام بعنوان العلوم قبل العلوم يتتبع أثار العمل التكنولوجي والعلمي لدافنشي ويعكس الطريقة التي تطورت خلالها أسطورة ليوناردو. ويضم المعرض أكثر من 200 قطعة من بينها أعماله الأكثر شهرة التي ساهمت في تطوير المظلة والمروحية والدبابات الحربية كما يقول المتحف. اختير اسم العلوم قبل العلوم لكي يدرك الجمهور مباشرة أن المعرض مكرس للإنسانية والعلوم ولا يضم أعمالا ولوحات فنية، هذا أمر مهم جدا. وشكل دافنشي قوة دفع أساسية في عصر النهضة، خصوصا أنه عمل في مجالات مختلفة منها الرسم والنحت والهندسة والعلوم والرياضيات وعلوم الفلك. يذكر أن دافنشي ولد في العام 1452 في فلورنسا وتوفي في العام 1519 في فرنسا، وهو يعتبر أشهر رسام أعصر في التاريخ.